السلام عليكم، عدنا معكم إلى أكمال الفصل الرابع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. وصلنا إلى المالتي ثريدنج موديلز، اللي هي مثل ما ذكرنا نماذج الثريدات المتعددة، واللي هي يقصد بها كيفية ارتباط اليوزر ليفل ثريدز مع الكيرنر ليفل ثريدز، اللي هي يعني الثريدز الموجودة في مستوى المستخدم والثريدز الموجودة في حيز النظام. مثل ما ذكرنا الأنواع الرئيسية لها هي ماني تو وان، وان تو وان، وماني تو ماني. النوع الأولي هو الماني تو وان، يقصد به أنه ماني يوزر ليفل ثريدز، يعني الكثير من الثريدات من مستوى المستخدم يتم تتصل مباشرة مع ثريد واحد من ليفل الكيرنل. طبعا هذه يعني معناتها حصول أي مشكلة في الكيرنل ثريد تؤدي إلى قفل أو إيقاف كل الثريدات الموجودة في مستوى اليوزر. المالتيبل ثريدز ماي نوت ران ان بارلل، هنا المشكلة أنه ليس مو شرط أنه تكون كل الثريدات الموجودة في اليوزر ليفل تعمل بالتوازي مع الكيرنل ليفل، لأنه قد يكون كل واحدة منهم تحتاج أنه تكون ترتبط مباشرة، يتم تحويل البيانات أو الإعازات أو البرامج الخاصة باليوزر ليفل ثريد تحتاج مباشرة الكيرنل ثريد الخاصة بها، وبالتالي إذا كانت هذه العملية تعمل مباشرة باستخدام الكيرنل ثريد، هذا يعني أنه كل العمليات الأخرى تكون متوقفة في هذا الوقت. القليل من الأنظمة تستخدم هذا النوع من النماذج، أمثلتها اللي هي سولاريز جرين ثريدز والجنو بورتابل ثريدز. هنا فقط ملاحظة حبيت أنه أذكرها، أنه هذه الأنواع اللي هي المالتي ليفل ثريدنج مهمة جدا، ودائما يعني تأتي في كل أنواع الامتحانات، سواء كانت امتحانات الكفاءة أو امتحانات الشهرية، النصف السنوية، النهائية، غيرها. يعني ضروري جدا معرفة الأنواع، يعني ماني تو وان، وان تو وان، وماني تو ماني، وأيضا التو ليفلز، تعريفها، أمثلتها، وأيضا الرسم الخاص بها. النوع الثاني اللي هو وان تو وان، أي أنه كل يوزر ليفل ثريد، يعني كل ثريد من مستوى المستخدم ترتبط مباشرة مع ثريد من مستوى الكيرنل أو نواة النظام، وبالتالي فإن إنشاء أي يوزر ليفل ثريد ستؤدي مباشرة إلى إنشاء كيرنل ليفل ثريد. تحتوي على مور كونكرنسي، يعني توازي أكثر، لأنه مثل ما لاحظ أنه توقف أي واحدة من هذه العمليات لا تؤثر على العمليات الأخرى أو الثريدات الأخرى. فيها نسبة توازي أكثر من الموجودة في الماني تو وان. Number of threads per process sometimes restricted due to the overhead. هنا طبعا لاحظ أنه الكونكرنسي كبيرة جدا، يعني التوازي بين العمليات أو الثريدات كبير جدا، إلا أن هذا لا يعني أنه هي مفتوحة إلى ما لا نهاية، لأنه بعض الأحيان إنشاء الثريدات من نوع اليوزر ليفل أو الكيرنل ليفل ثريدز يكون مقيد بإمكانية النظام، وبالتالي يعني إذا كان هناك overhead أكثر من اللازم، يعني إذا كنا نحتاج إلى إنشاء 20 ثريد مثلا من اليوزر ليفل أو الكيرنل ليفل في نفس الوقت، وكان النظام يسمح بإنشاء 15 فقط، راح نكون مقيدين بهذا الشيء، فنقوم بتطبيق ال 15، بعد ذلك نقوم بانشاء او يعني ربط الخمسه البقيه. الانظمه اللي تستخدم هذا النوع من الثريدات اللي هي ويندوز، لينكس، والسولاريز التاسع وما بعده. ايضا مثل ما ذكرت يعني التعريف، الرسم، والامثله ضروري جدا حفظها. الماني تو ماني موديل اللي هو يعني تقريبا يجمع النوعين الاخرين، اللي هو يسمح بالكثير من اليوزر ليفل ثريدز بانه ترتبط بالكثير من الانظمه من الثريدز الموجوده في مستوى الكيرنل. هنا طبعا راح يعطي فد صلاحيه اكبر لنظام التشغيل انه يقوم بانشاء عدد كافي من الثريدات من الكيرنل ليفل ثريد، اي انه اذا كان المستخدم يعني يقوم بتنفيذ برنامج والبرنامج يحتوي على 4 ثريدز، بعد ذلك يقوم يعني الطلب من نظام التشغيل هو الذي يقوم بانشاء عدد كافي من الثريدات الخاصة بالكيرنل ليفل. مو شرط تكون هذه العدد هو نفس هذا العدد، يعني هنا نلاحظ انه اكو 4 إلى 3، ممكن انه ترتبط 5 إلى 10 وغيرها. يعني الانظمة اللي تستخدمها السولاريز اللي قبل الاصدار التاسع، وكذلك الويندوز اللي هو من نوع الثريد فايبر باكج، هذه ايضا انظمة التشغيل اللي تستخدم هذا النوع. النوع الرابع اللي هو التو ليفل موديل، اللي هو يشبه الماني تو ماني ام تو ام، الا انه يسمح لبعض اليوزر ليفل ثريدز بانه تكون مقيده الى الكيرنل ليفل ثريدز، فنلاحظ انه اكو عندنا ماني تو ماني وايضا اكو عندنا وان تو وان في نفس الوقت. نظم التشغيل اللي تستخدمها هي الاي ار اي اكس، الاتش بي يو اكس، والترو 64 يونكس، والسولاريز الثامن وما قبله. الثريد لايبراريز، هنا ايضا احنا مثل ما ذكرنا كمستخدمين يعني او كمبرمجين عاده نحتاج لما يسمى باللايبراريز او الابلكيشن بروجرامينج انترفيسز، اللي هي يتم توفيرها للمبرمجين من اجل انشاء واداره الثريدات. هناك نوعين رئيسيات من التمثيلات او المكتبات الموجوده، اللي هي اللايبراري تكون كامله موجوده في اليوزر سبيس، يعني كل المكتبه تكون موجوده ومتاحه للمبرمج، وبعضها تكون اللايبراري موجوده في الكيرنل ليفل، يعني في مستوى نواه النظام، اللي هي تكون جزء من نظام التشغيل، وطبعا يعني يكون فيها الكثير من الابلكيشن بروجرامينج انترفيسز الخاصه للمبرمجين، وتكون مدعومه من نظام التشغيل. يعني
النوع الاول اللي مثل ما ذكرنا اللي هو البي ثريدز اللي هي البوزكس ثريدز، قد يتم توفيرها مباشره لليوزر ليفل او الكيرنل ليفل، يعني قد يتم توفيرها مباشره كمكتبه للمبرمجين او قد يتم توفيرها كجزء من نظام التشغيل. البوزكس ستاندرد يعني هذه طبعا كبي ثريدز تم وضعها كمقياس عالمي من ضمن الاي تريبل اي 1003-1C فور ثريد كرييشن اند سينكرونايزيشن، وهدفها الرئيسي هو انشاء الثريدات وعمليه المزامنه فيما بينها. هذا الستاندرد هو يعتبر سبيسيفيكيشن نوت امبلمنتيشن. هنا طبعا فرق مهم جدا، انه الستاندرات الموجوده العالميه تكون عاده هي وظيفتها تحديد المواصفات وليس تحديد كيفيه التنفيذ او كيفيه التمثيل او كيفيه الانشاء. يعني هي تحدد لك انه مواصفات البي ثريدز او البوزكس ثريدز يجب ان تكون كذا وكذا، بس ما تحدد لنا كيف يتم تمثيلها وكيف يتم برمجتها. الاي بي اي تحدد لنا السلوك البي ثريدز لايبراري، واما التمثيل فيتم تركه الى الديفلوبمنت اوف ذا لايبراري. يعني هنا هذا طبعا شيء متروك الى مطوري المكتبه سواء كانوا هم يعني مبرمجين عاديين او الاناس الذين يعني يعملون في تطوير نظام تشغيل اللي هو البوزكس. هذا طبعا تكون مشتركه وموجوده في كل نظام تشغيل اللي هي من نوع اليونكس اللي هو سولاريز لينكس وماك او اس. ايضا البي ثريدز اكزامبل ايضا هذا هو عباره عن مثال بلغه سي بلس بلس لكيفيه كتابه البي ثريدز. ايضا مثل ما نلاحظ انه انكلود بي ثريدز دوت اتش انكلود ستوديو دوت اتش انتجر سم. السم هنا هذا المتغير الذي سوف يتم مشاركته مع كل الثريدات. فويد رانر اللي هو البارامترز يتم تمريرها الى الثريدز. طبعا الثريدز كول ذس فانكشن يعني الثريدات تقوم باستدعاء هذه الداله. بعد ذلك المين فانكشن انتجر مين انتجر ارجومنتس انتجر ارجومنت سي وارجومنت في. هذا الارجومنت سي اللي هو عدد الارجومنتس والفي اللي هو الفاليو الخاصه بهن. البي ثريدز هنا طبعا نعرف المتغير اللي هو الثريد ايدنتيفاير تي اي دي، وايضا نعرف البي ثريدز اتريبيوتس اللي هو اي تي تي ار اللي هو مجموعه الاتريبيوتس الخاصه بالثريد. الاتريبيوتس اللي نقصد بها مواصفات هذا الثريد. هنا تحصل عندنا عمليه تدقيق، انه اذا كانت عدد الارجومنتس لا يساوي 2 راح نعرض رساله خطا تقول بانه هذا الشيء يعني ستاندرد ايرور، ونرجع قيمه سالب 1. اذا كانت الفاليو الخاصه بهذه الارجومنتس اقل من صفر ايضا راح نقوم بطرح عرض رساله خطا. هنا الاي تي او اي هاي مجرد تحويل السترنج الى يعني انتجر على مود نقدر ندخلها في عمليه مقارنه، وايضا اذا كانت اقل من صفر راح نعرض في رساله برنت اف انه الايرور هذه القيمه اللي هي الدي ماست بي اكبر او يساوي صفر، يعني يجب ان تكون اكبر من صفر، وايضا نقوم بارجاع سالب واحد يعني ريتيرن سالب واحد معناته حصول خطا في الكود. اذا عبرنا هذين الاثنين يعني اذا هذه العمليات الاثنينات يعني الاختبارات يعني نجحت بشكل صحيح، بعد ذلك يبدا الثريد الرئيسي اللي هو طبعا اول شيء جيت ذا ديفولت اتريبيوتس الحصول على المواصفات الرئيسيه للثريد، واللي ايضا يتم يعني استدعاء مكتبات النظام لاعطائها. هنا البي ثريدز اتريبيوتس انيشيشن اند اتريبيوت كرييت ذا ثريد. هنا عمليه كرييت الثريد هي بي ثريد كرييت، هذه الفانكشن او هذا الاي بي اي اللي نستخدمه. البارامترز اللي راح نمررها لها هي الثريد اي دي اللي هو المعرف الخاص بهذا الثريد اللي هو رقمه او اسمه، الاتريبيوتس الرانر والارجومنت فاليو اللي هي واحد اللي هي يعني مصفوفه تحته على قيمه واحده. ويت فور ذا ثريد تو اكزيت بي ثريد جوين اللي هي الثريد اي دي والنل. بعد ذلك راح نقوم بطباعه هذه القيمه اللي هي السم اللي هي فقط هو الوظيفه الرئيسيه لهذا الثريد. The thread will begin control in this function. يعني هنا راح يتم عملية البدء عمل الثريد اللي هو الفي void runner void parameters integer i والأبر اللي هو أيضا يعني تحويل البارامترز إلى integer. السم بالبداية صفر for i يساوي صفر i أصغر من upper i زائد 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 لنا السم. السم يساوي لنا مجموع هذان القيم اللي هي ابتداء من الواحد إلى الأبر. بعد ذلك البي thread exit zero يعني هذا هو فقط الوظيفة الرئيسية لهذا الثريد، مجرد يعني فدالة بسيطة لحساب السم. يعني هنا اذا كان عندنا مثلا البي ثريد كود فور جوينينج 10 ثريدز، اذا اردنا انه نجمع 10 ثريدات موجوده في برنامج واحد ايضا راح ديفاين نمبر ثريدز 10. هنا هذا مجرد تعريف لكونستانت يعني في البرنامج. ان اراي اوف ثريدز تو بي جويند ابون بي ثريدز وركر نمبر اوف ثريدز اللي هو اوف 10 راح تكون عندنا. فور اي يساوي صفر اي اصغر من 10 يعني اللي هي نمبر اوف ثريدز اي زائد زائد بي ثريدز اوف جوين، هذا ايضا هو الاي بي اي اللي وظيفته انه جمع الثريدات العشرة في مكان واحد اللي هو سميناها الوركرز اوف اي ونل. هذه فقط يعني مجرد يعني كود بسيط لتوضيح كيفية ربط 10 ثريدات سوية. بالنسبة للويندوز مالتي ثريدنج ايضا سي بروجرام، ايضا نلاحظ انه
هناك اختلافات بسيطة عن البرنامج الأصلي الخاص بالبوزكس، بس كتركيب أو ترتيب البرنامج راح نلاحظ أنه هو متشابه إلى حد كبير. أيضا بالبداية include windows.h، بدل ما نستورد مكتبة الـ pthreads هنا نستوردنا الـ windows.h، لأنه احنا مثل ما ذكرنا أكو عندنا الـ pthreads كمكتبة وأكو عندنا الـ windows threads هي مكتبة أخرى يعني. include studio.h هنا الـ dwords sum، أيضا هنا مثل ما عرفنا أنه هاي البيانات التي يتم مشاركتها بين الثريدات المتعددة تماما مثل ما هو موجود هناك نفس المتغير. The thread runs in this separate function الـ dword windows api summation، هذه البارامترز يعني. هنا نلاحظ انه تعريف المتغيرات مو شرط تكون هي نفسها اللي موجوده في البوزكس والويندوز. الدي وورد ابر ايضا هذا هنا كيفيه حساب الابر باوند وحساب السم اللي هي تماما مثل اللي موجوده في البوزكس. هنا صارت عندنا كداله موجوده قبل البرنامج الرئيسي. هنا بعد ذلك يبدا عندنا البرنامج الرئيسي بنفس القيم. ايضا عرفنا الثريد اي دي والثريد هاندل والبارامترز، وايضا اختبرنا الارجومنت كاونت والارجومنت فاليو تماما مثل اللي موجود في البوزكس. وهنا ايضا تلاحظ انه اذا كانت هنا لا تساوي 2 راح نعرض انه الانتجر بارامتر از ريكوايرد. هنا ايضا الفاليو اذا كانت اقل من 0 راح نعرض فد رساله خطا تطلب هذا الشيء. بعد ذلك راح يتم عندنا انشاء الثريد. هنا عمليه انشاء الثريد اللي هي ثريد هاندل تساوي انه كرييت ثريد، هنا تحتوي على قيم اكثر اللي هي بالبدايه نل، بعد ذلك 0 اللي النل هي الديفولت سكيورتي اتريبيوتس، 0 اللي هو الديفولت ستاك سايز. يعني تلاحظ انه كل واحده من هذه القيم هو معطيك المعنى الخاص بها في يعني التعليقات كومنتس. هنا يعني تلاحظ انه سلاش ستار ثم الكومنت ثم ستار سلاش، هذه هو مجرد يعني تعريف لهذه قيمه هذا المتغير الموجود في داخل الكرييت ثريد اللي هو الاي بي اي الخاص بانشاء الثريدات في الويندوز. بعد ذلك السميشن اللي هو الثريد فانكشن، البارامترز للثريد فانكشن، الزيرو اللي هي ديفولت كرييشن فلاجز اللي هي الفلاجات الخاصه بانشاء الثريد اذا كانت ديفولت، طبعا ممكن تغييرها لحالات اخرى. اند ثريد اي دي اللي هو الايدنتيفيكيشن اللي هو اسم الثريد، ريتيرن ذا ثريد ايدنتيفاير. بعد ذلك اف ثريد هاندل لا يساوي صفر، النل هنا قد تاتي يعني بقيمه صفر، فلا يساوي نل معناتها هذا صحيح، يعني هذا الشرط صحيح اذا لم يساوي صفر. Now wait for the thread to finish. Wait for the single object thread handle infinite. هنا طبعا قيمة انتظار ما لا نهاية، ننتظر الثريد أنه ينتهي. بعد ذلك نقوم بإغلاق الثريد اللي هو close handle للثريد handle، ثم بعد ذلك طباعة السم اللي هو هذا الهدف الرئيسي من الثريد. مجرد أنه ذكرنا يعني الثريد هو عبارة عن عملية صغيرة تقوم بوظيفة بسيطة يعني. قد تكون جزء من عملية أكبر من عندها، وقد تكون هي فقط هي نفس العملية إذا كانت هي ثريد واحد. النوع الثالث من انواع الثريدات اللي هو الجافا ثريدز، هذا ان شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضره القادمه، فخليكم معنا. شكرا جزيلا ومع السلامه.